حاليا هناك الكثير من القيادات تم اغتيالهم وتم تصفيتهم حتى من الأجهزة الأمنية التابعة لبوتين. أنا أتوقع هو الذي قام باغتيالهم وتصفيتهم من أجل إسكاتهم ومن أجل إبعاد أي عدو أو أي معارض له. ويعني كانت الناس تعول على مدير المخابرات العامة بأن ينقذ روسيا وأن يسحب القوات الروسية وأن يؤثر على الرئيس الروسي من أجل عدم إطالة أمد الحرب، وكذلك أو بالأحرى عدم القيام بهذا الحرب، لأن المفاوضات السياسية والعمل السياسي والعمل الدبلوماسي ممكن أن يقود روسيا وأوكرانيا إلى التفاهم بينهما حول كل النقاط العالقة وكل النقاط الخلافية.